إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نفصل معكم شو ميز طعام قميجة ديال الشباب ديالنا ب توب ديال البارا على هاد الشكل. كما كتلاحظوا طويتو على 4، مطوي من هنايا ومطوي من هنايا. إذا غادي ناخد الطول ديالي، غادي نعملها بنصفكم بنصفكم. إذن طويت هنايا 2 سنتيم على هذا الشكل. هذا قماش البارا خيط يعني، وضعته على 4 سنتيم. شحال نحتاج ديال الثوب؟ متر و20 سنتيم. غادي ناخد 176 سنتيم ديال الطول ديالي على هذا الشكل هذا، أو 78 سنتيم. إذن 78 سنتيم على هذا الشكل، ولا 80 سنتيم حتى نسالي ونشوف نحدد الطول للزبون ديالي. اذا دراسة الثوب ديالنا كنشوفو الثوب المنطقة اللي هي منسا هي اللي كنعملو ليها على هاد الشكل هذا، وتبنا على هاد الشكل هذا. اذا غادي ناخد نقطع هذا اللي راني نحوسه نقلب عليه. اذا على هاد الشكل هذا، وهنايا غادي ندير علامة على هاد الشكل بأنني راه فصلت بهاد الطريقة هادي على هاد الشكل هادي. رجعت التوب ديالي نوضعو على هاد الشكل. إذا غادي نجمع هدا اللي غادي نخرج منو نستخلص منو الكم ديالي. إذا عندنا في الكتاف 44 مقسومة على جوج هي 22، نضيف ليها سنتيم الخياطة هي 23، وهاد الكفة اللي خارجة من هنا ديال 2 سنتيم كنخليها أبار، يعني كنخليها على داك الشكل. اذا عندي 23، غادي ناخذ 24 هوتور دو بوتخين على هاد الشكل. لاحظوا معايا كناخذ خط مستقيم، يعني هذا خط الصدر الاخوات. اذا غير مراجعه معكم، كندير مراجعه بالنسبه للاخوات اللي عاد كيطيحوا في الفيديو ديالي اللي ما عارفينش كيفاش كنقريكم او كي كنشرح لكم الدروس. إذا عندي 23، إذا خط مستقيم على هاد الشكل هكا. غاديش ندير سنتيم فوق نقي لحقاش المحل سخون. إذا على هاد الشكل هذا، إذا غادي ناخد هنايا خط الكتيف، هنايا دورة الصدر. إذا دورة الصدر عندي هنايا 28، وضفت ليها 2 سنتيم هي 30 سنتيم على هاد الشكل هذا. إذا في المجموع ديال الطول ديالي هنايا عندي 33، غادي نقص غير سنتيم باش تكون واسعة ومريحة بالنسبة لهاد الشاب هذا. إذا بالنسبة لنا غادي ناخد المسطرة ديالي على هاد الشكل هذا. إذا هادي غير الطيار على هاد الشكل، واحدة معايا مزيان. وغادي نجي نهبط 3 سنتيم كوم دابيتيد كيف عملت ديما. 3 سنتيم في الرقبة، غادي ندير 7 سنتيم. لاحظوا معايا نحفر الخلف ديالي والأمام في نفس الحين. إذا أنا قطعت هنايا بهاد الطريقة هادي، هادو بلا ما قلت أنا. غادي نشد هادي نقسمها على اثنين وندخل باثنين هنا، وما نخافش إذا دخلت باثنين ما نخافش البنات. إذا راه بحال البلدي هذا على هاد الشكل. نشد البيركي ديالي أو البيستولي ونوضع على هاد الشكل هذا، ونعمل بهاد الطريقة هاكدا على هاد الشكل هذا. ديال لا سوبليس الراحة. إذا ديجا راني ضايف 2 سنتيمات، خد في سنتيم باش تكون عندي واسعة. إذا هنايا نقصت 2 سنتيم، غادي نعاود نخلي جوج هما من الفوق ونهبط بسبعة باش تجيني 42 اللي غادي نعمل في الكور ديالي. هنايا كنعمل كرونت بأن الميليو ديالي. إذا غادي نحيد
الأمام ديالي وغادي نقص سنتيم ونزيد نحفر سنتيم على هذا الشكل هذا. إذن ومن هنايا غادي نزيد ندخل بسنتيم نعدو معايا ونزيد نقص سنتيم من هنا يجيني خياطة جانب ديالي على هاد الشكل هذا. إذا المسافة اللي مطلوبة عندي من هنا لهنايا هي باش غادي نصنع الكم ديالي. إذا عندي 24 سنتيم. إذا هذا الخلف وهذا الأمام. غادي نجيب الكمام ديالي باش غادي نترسلهم نخدم بيهم على هاد الشكل هذا. إذا غادي نحيهم قلنا هذا هو الوجه ديالنا. لاحظوا معايا واحد المسافه هنايا غادي نخليها لكل شوميزيه والبيت كول ها فهمتوا يعني. نشوف 24 ديالي فين هي. اذا هي هذيك الطول العدد اللي بغيت ديال الطول. اذا 28 29 غير باش ندير كفه طويله يعني كفه طويله ونصوب لكم ديالي. اذا القاعده الرئيسيه للحرداد لكم راه عملتها مع بنت واحد الدرس اللي هو مهم. اذا هنا غادي ندير 19 سنتيمتر بالنسبه لي لكم ديالي على هاد الشكل هذا. نحرتو هنايا شويه. اذا كيتوفر عندي الامام والخلف. دابا غادي نرجعو باش غادي نديرو الكول ديالنا كول شوميزيه. اذا لاحظوا معايا هنايا سيغ لا بليور ما مقطوش. اذا لاحظوا معايا على هاد الشكل هذا غادي ناخد عندنا في الكول 42 قلنا في الدوره الكامله ديال الرقابه. اذا شوف إذا في الدورة ديال الرقابة 42 مقسومة على 2 هي 21. 21 نضيفو لها سنتيم هي 22 سنتيم. إذا ضفنا سنتيم بالخياطة هي 22 سنتيم. إذا في العرض ديال الكول أو البيت كول كول شوميزية البيت كول غادي نعمل 12 سنتيم حاليا. إذا 12 سنتيم خصو يكون هنايا مقاد ليا أو نعتمد على المسافة اللي الفوق على هاد الشكل هادي اللي مقادة ونعمل 12 سنتيم على هاد الشكل هادا. إذا بالنسبة ليا راه عملتو معاكم في الدرس فواحد الدرس كل شوميزي مع بيت كول ديالو بجوج. إذا نلاحظو هنا إذا غادي ناخد على هاد الشكل وعلى هاد الشكل هاد الشكل. اذا الكول عندي 22 هنايا. غادي ناخذ البيت كول ديالي اللي غادي نعمل فيه 5 سنتيم. غادي نعمل فيه 5 سنتيم على هاد الشكل هذا. هذا بطبيعه الحال غادي نشدو بالبنكلا على هاد الشكل باش ما يهربليش. إذا هنا 22 سنتيم ديالي اللي قلت لكم هنايا ونديرو من هنايا داير غون على هاد الشكل هذا. لاحظوا معايا غادي نجي نقادو مع كل شوميزي ولكن هنا لابد ندخل بواحد 0.5 على هاد الشكل هذا. إذا لاحظوا معايا وغادي نجي من هاد المسافة اللي هنايا وندخل ب 2 سنتيمتر ب 2 سنتيم على هاد الشكل بالإضافة ديال سنتيم واحد هنايا باش يعطيني الكول والبيت كول بهاد الطريقة هادي. إذا غادي نزيد نحدقو شوية بغيتو أن بتي بو غون هنايا شوية غون على هاد الشكل هذا.
قليا ندير جيب والفيديو غادي ندير فيه جوج حلقات اثنين حلقات ان شاء الله باذن الله. اذا كنا فصلنا على هذا الشكل خصنا نتبعو على هذا الشكل باش نطويو الجيب ديالنا. اذا بحكم كاين عندنا هنايا ما يسمى بلا لينيير غادي نعتمد على لاباس ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. غادي نعمل 16 16 على 16 كما تشوفوا يعني هو على شكل كارو وماشي كارو. اذا الجيب ديالنا هذا بوش بلاكيت انا غادي نطوي على هذا الشكل هذا هذا الشكل هذا. اذا من خلال التفصيله ديالي كيبان لي كبير. اذا غادي نستعمل الهري النظره ديالي ونحدق داكشي اللي بغيت على حسب المستوى البوش ديالي. اذا على هذا الشكل هذا. اذا توفر لي الان البوش ديالي الكول على هذا الشكل هذا. اذا الكمام الخلف ديالنا هو هذا على هذا الشكل هذا. اذا الخلف والامام ديالنا. اذا ما بقى لي ان نودعكم الى اللقاء الحلقه ديال الخياطه ان شاء الله. وكنجدد الشكر ديالي على التعليق ديالكم واللايك. اذا شكرا لكم جزيلا. الى اللقاء في الخياطه ديال الموديل ديالنا بالاخص غادي نخيط غير الكل شوميزيه والبيت كل الطريقه ديالو كيفاش غادي نخيطو يعني وكيفاش غادي نديرو البيزني في لا شوميز ديالي وكيفاش نركب البوش ديالي. هادشي اللي كاين ما غاديش نستعمل الخياطه اليد او المونتاج ديال لا شوميز سهله بحال الخياطه العاديه ديال التريكو ديال مجموعه ديال الدروس ديال 600 درس اللي حطيت لكم كيفاش كنمونطي الكتاب ديالي. اذا في اخر فيديو غادي تلقاو الجزء الثاني ان شاء الله بعد ما نكون انتهيت منه ولكني غادي تلقاو الدرس ديال لا شوميز اللي درت مش حال هادي ان شاء الله اعلى الصوره. ما عليك الا الضغط عليه وتشوفي الدرس كله كما انزل. اذا استودعكم في امان الله والى اللقاء في الدرس ديال الخياطه وشكرا لكم جزيلا.